السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الطارت، صراحه كتجي لذيذه بزاف وان شاء الله غادي تعجبكم. هاد الطارت من بقايا الكيك، يعني الكيك اللي كيشيط لينا او شي كيك خسر ليك، يعني ما ترميش، خزنيه. غادي نعطيك وصفه اللي غادي تستعملي فيها، صراحه تجي لذيذه بزاف. تقدري ديري بهم ديسير او طارت بحال هكا كبيره. غادي نخليكم مع الفيديو وتشوفوا الطريقه وان شاء الله يعجبكم. وما تنساوش تابوناو مع لاشين ديالي وتعملوا لي لايك وتدعموا القناه ديالي، وشكرا لكم بزاف. البنات غنبداو بالمقادير. عندي هنايا الكيك، بقايا الكيك كان عندي في الفريغو، يعني فين ما كان شاط ليا شي كيك كنخبعو كنبقى نزيد عليه حتى كيولي عندي القياس اللي غادي يقاد ليا الطارت. مهم تقدروا ديروا ديال الفاني او ديال اللي فيه الكاكاو، يعني ماشي مشكل. عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، عندي هنايا علبه ديال الكريم شانتي، تقدروا ديروا جوج علب ديال دانون طبيعي. هنايا عندي كاس ديال سنيده، وعندي جوج ديال الفلان ديال الشوكولا، تقدروا تعملوا بهم تعملوهم ديال كراميل او فاني. وعندي غنحتاج 15 قطعه ديال البسكوي، تقدروا تستعملوا اي بسكوي، المهم ما يكونش فيه شوكولا، هيرنيز او كيكيز ماريا، المهم اي غاطو المهم ما يكونش فيه شوكولا. وعندي هنايا نصف لتر ديال الحليب، وعندي هذا الشوكولا للتزيين. غادي ندوز دابا للكيك. هنا زدت هذوك الفلان اللي عندي جوج ديال الشوكولا، تقدروا تستعملوا ديال الكراميل. غنزيد عليهم السكر حيت عندي مسوسين، وغادي نديرهم فوق البوطه يغلاو، من بعد نكمل الطريقه. هنا خديت البنات ديك 15 قطعه ديال البسكوي، هرستها شويه في هذا الكاس ديال مولينكس. نستنى على الفلان يتقاد ليا وغادي نزيده عليه. هنايا البنات فرت داك الكيك، غادي نفرتو كامل هنايا في هاد المولي كيتحل من الجناب. وتقدروا ديروهم فرديين في كؤوس، حتى هو كيجي زوين، او طارت مجموعه بحال هكا، يعني الاختيار كيبقى ليكم. كنبقى نضغط عليه هكا مزيان باش يزقالي مع المول. غادي ندخلو الثلاجة او الفريغو على حسب اللي كنتو مزروبين واحد 10 دقائق باش يقبط راسو، ومن بعد نزيدو عليه الكريمة. هنايا البنات بعد ما الفلو وجد ليا، يعني كنطيبو عادي، غادي نزيدو على هاد البسكوي اللي هرستو. غادي نطحنو في مولينكس، من بعد غنزيد عليه الكريمه. البنات هنايا بعد ما طحنتو خاص ما تبقى فيه حتى شي قطعه ديال البسكوي، خاص يجي بحال الشكل هذا. غادي نزيد عليه دابا الكريمه، تقدروا تعوضوها ببيرلي، جوج ديال بيرلي كريمه كريمين ديال ناتشورال، يعني ما فيهمش السكر، او القشده الطريه ولا هلاله ولا المهم شي شكل بحال هكا. غادي نعاود نرجعو المولينيكس باش نعاود نطحن. البنات بعد ما طحنت مع القشده الطريه، شوف كتجي الكريمه كريميه، صراحة كتجي لذيذة لذيذة بزاف صدقوني، يعني ما تقنعوش من هاد الكريمة، كتجي بنينة. اللي بغى يقدر يزيد عليها نكهة ديال نسكافيه اللي يزيد عليه نسكافيه. المهم دابا غنمشي نجبد المول ديالي من الثلاجة باش نزيد عليها هاد الكريمة. دابا البنات غنزيد عليها الكريمة،
غادي نخليها حتى تبرد واحد شويه هنايا وغادي ندخلها للفريكو باش تجمد ليا. المهم تقريبا ساعتين هكاك او ساعه ونصف على حسب باش تجمع ليا الكريمه. هنايا البنات بعد ما خرجت الكيك ديالي من الثلاجه ما درتهاش في الفريكو درتها غير في الثلاجه يعني ساعه وساعه وربع كانت كافيه باش تجمد. كتشوفها راه جامده. هنايا عملت واحد لاغاناش بالحليب والشوكولا دوبت الشوكولا با ماري وزدت عليه حليب بقيت كنخلط حتى عطاني هاد لاغاناش بحال هكا. غادي نزيدو عليه من الفوق ونحاول نوزعو كامل. هنايا البنات غادي نوزع هاد لاغاناش فوق التورتة. هنايا تقريبا استعملت 100 غرام ديال الشوكولا زدت عليها نصف كاس ديال الحليب صافي وبقيت كنخلط مزيان حتى عقد ليا بحال هكا. غادي نعاود ندخلها للتلاجة حتى يجمد ليا هاد لاغاناش من بعد غادي نزوقها. حبيباتي لاطاب ديالي وجدات والشكل ديالها هو هذا بعد ما جمدت ديك لاغاناش درت ليها من الفوق زوقتها برافايلو بهاد الشوكولا اللي فيها اللوز. تقدروا ديروا رقائق اللوز او الشوكولا ديال الشعريه او تخليوها هكاك يعني الاختيار كيبقى لكم. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى نكون شرحت الطريقه مزيان وفهمتوها. دابا غنقطع لكم شي مورسو باش تشوفوا كيفاش كتطلع. البنات هذه هي لاطار ديالي بعد ما قطعتها تجي كريميه يعني ما تحتاجيش فيها لا جيلاتين لا حتى شي حاجه كتجي بنينه بزاف وانا متاكده بانكم اللي غادي تجربوها غادي تعجبكم بزاف. وفي المشاط لكم شي كيك تستعملوا فيها. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وكنقول لكم الى اللقاء ونضرب لكم موعد ثاني الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.